هذا تيراميسو كنظن كيعرفو بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش انا نوري لك. يلا مشينا. تيراميسو خصنا جوج بيضات. جوج بيضات. 150 غرام ديال سنيده. 150 غرام سنيده. سينو كاس صغير ديال باش بعد ما يتعدى في العبار يدير يدير غير كاس صغير ديال سنيده. كاس صغير ديال اتاي القديم. ديال ميم دابا الكيسان ديال العنبه ما بقاش عنده فوليوم واحد. نعم كيس صغير. ابون كنا كنقولوا كاس ديال سنيده كاس ديال العنبه دونك كان عنده فوليوم واحد دابا واضح دونك عنده كاس ديال العنبه الصغير واخا هو راه ما كيديرش 100 غرام ديال السنيده كيدير ما كيديرش 150 غرام ديال السنيده كيهز تقريبا غير 100 100 سي لارجمون سوفيزون انا ما كنش ما كناخذش حلاوه بزاف كيف كتجي زوينه واخا الا كان شي حد كيضرب بزاف الحلاوه دونك ممكن يدير على حساب غرام ديال السنيده 150 غرام سنيده نعم بعد سنيده انا عندنا جوج بيضات 150 غرام سنيده اولا بالاخص غير كاس ديال سنيده صغير نعم هنا غنكزيجي دوك البواط ديال الفروماج ماسكاربوني نعم كيتباع في لي سيرفاس كيتباع في المحلات الكبيره نعم ماسكاربوني بواطه ديال 250 غرام تاخذ منها جوج اييه جوج بواطات جوج بواطات ديال الماسكاربوني هذا سي لو فروماج اللي كيدار مع تيراميسو انا كنقول لك تيراميسو اللي هو اوريجينال كاين اللي كيديروا واحد النوع واحد اخر ديال الفرماج مغربي كاين اللي كيديروا واحد دوك لي بو وحدين اخرين جي با لو دغوا شاطر سميات مي ماسكاربون اذا خاص ضروري هاد الفرماج ماسكاربون هو اللي كيعطي هاد النجاح ديال ولا الى اللي ما لقاهش ممكن ولاو الناس كيديروهم لي فرماج لي فرماج اللي عندنا في مربعين او مثلثين لا لا با دو تو هذاك خلاص هذوك نهائيا دي بو كاين واحد فرماج بوهم كيقولوا شنو فرماج فرماج نعم كيدير 260 وعشا كيدير يا عرفتك علاش كتهضر فوالا هو هذاك نعم مي لا ماسكاربون كيعطيها واحد لي اونكتيور خفيف غادي يعجبهم اكثر مي انا بريفير يجربوه الناس بهذا باش نرجع لكم الخبار نعم عندنا بغاو يديروا بوتر شوز كتبقى الحريه كامله الذوق ديال كل واحد الانسان نعم دونك عندك جوج بواطات ديال الماسكاربون اللي كيدير 250 غرام ياك 250 غرام كل بواطة يعني عندك 500 غرام 500 غرام نعم وعندك لي بسكويت دوك لي لونغ دو شان دوك الطوالين اييه طوالين كيتباعو تا هما غادي كيتباعو ما كيتباعوش في المحلات التجارية الكبار كيتباعو في المحلات اللي ولاو دابا على مود معروفين مغورين كاينين في جميع نعم كيتباعو فيهم ايه الوغ هادو كاين ديال 200 غرام كاين الباكي ديال 200 غرام ناخدو دو باكي دو باكي ديال 200 غرام جوج ديال 200 غرام ما تكفيكش الوغ الجوج كتصيفط لك منها ولكن خصك جوج واخا دونك جوج ناخدو ديال 200 غرام فوالا جوج ديال 200 غرام هي تقدر 400 غرام 400 غرام اي واحد 100 غرام ديال الشوكولا امير غبرا كيتباع كيتباع عند الناس ديال الحلويات كيبيعوا داكشي ديال الحلويات 100 غرام ماشي كوبا امير باردون جو ديال ماشي الشوكولات ديال الحكاك نعم ماشي اللي عرفت امير غبرا كيتباع بالغرام نعم كيتباع زعما بكيل كتمكن لك يعبروا لك نعم دونك 100 غرام 150 غرام لهذاك التزيين ودو بريفيرونس اذا كان شوكولاط واحد اخر داك الكاري اللي غادي نذوبوه مع الزبده في البان ماري نعم المهم هذا كنعطيك نعطيك في التزيين الزبده شحال غادي ندير الزبده في هادي نعم لا لا الزبده شحال غادي نديرو في القياس فيها في الشوكولاط ولا في الزبده اي دابا انا دابا نعطيك انا عاد الشوكولاط واحد شويه شنو ما با ندوبو معلقه صغيره كاس صغيره واخا دونك ندوزو دابا الطريقه نعم نمشي باقي ايليمون واحد القهوه اما طيب القهوه ديال الكوكوت طيب الطليه اما سريعه الذوبان واخا القهوه سريعه الذوبان كدير واحد المعلقه كبيره اولا جوج باش تكون عندك شويه كميه شويه زايده واحد ثلاثه كبيره خص تكون عندك ديال القهوه قهوه ديال سريعه الذوبان تكون بارده واخا ايه صافي نعم نمشي للطريقة دابا نمشيو للطريقة والناس اللي ما كيبغيوش سريعة الذوبان كيمكن له يديروا الكوكوط ديال القهوة تاع الصباح وحلوة تتبرد ويديروا لا ميم شوز نعم خاصها تكون باردة خاصها تكون باردة نعم إيه إذا نمشيو للطريقة دابا خصني دابا كيخصك الإطار داك الكادر هو إطار إطار كيكون كيتباع على شكل مربع يعني كيكون واحد الاطار على شكل مربع ديال حديد
اكيد اكيد كيعرفوا الناس مختصين في هذا الشيء ديال الحلويات هي معروف هذا الاطار هذا معروف هو اطار ديال الحديد اونينوكس خاوي من البان شي هو ما كان هو كان الشكل ديال التيراميسو ديالك وكيكون الو يا كنسمعوك سي عبد الهادي تفضل فوالا هو اطار ديال الحديد تقريبا 20 على 30 انا نعطيك العبار ولكن ابخي نقول للمستمعين على انهم يقدروا يادابتيو هذا الشيء زعما يقدروا يديروه في اي اطار غير يتبعوا الطريقه اللي غنمشي بها واخا لان هذا ما كانش هذا الاطار ديال 20 على 30 لان هذه القضيه المقاضيه اللي كنعطيك دابا اللي عطيتك دابا على هذا الاطار على الاطار ديال 20 على 30 اذا اطار بالحديد اونينوكس يكون 20 على 30 ما كانش على 20 30 المهم هذا بلغت ادابتي ديك المقاضيه اللي عندها اللي عطيتها دابا ينبغي تعاود أو تنفوكسيون الإطار اللي عندها. نعم. اللي عندها صغير دير كمية. بس هادي أنت بغيتهم باش يسلق ليهم هواداك. بغيتي باش يجي هواداك لاصق نيشان. غايجي نيشان، غايجيك نيشان. واخا. إيه من بعد شنو كنديرو؟ دونك في الأول غنشدو دوك البيسكوي، غادي نغطسوهم مع غنغطسوهم في القهوة باردة. نعم. أنا غادي نأكد على أن ما خصهمش يتغطسوا بزاف، لأن إلا تغطسوا بزاف كيوليو فاسقين في بلاصتهم ما يخرجش يهزو واحد. نعم. جوست زيدا. كتقص بهم القهوه وكتحطهم وكتستفهم في ذاك الاطار كتقولي حطي في الاطار وحطي فيه هاد لي لونغ دو شا هاد لي بيسكوي الطويل نعم ياك؟ اييه حتى كيتفرج لاباز الاولانيه راه ساهله كيجيو جوج 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 وكيتسالاوك نعم يعني ما كت اللي ما عندوش هاد الاطار في هاد العبار اللي عطيته يعني غادي يهرس غايشد البيسكوي على كوير ويأضبطي يبقى الا كان جاتو طويله يقطعها بالموس كيجيبها لاصقه في الاطار اللي عنده هو نعم ياك دونك غادي نستفو لي بيسكوي هاد لي لونغ دو شا في لاباز نعم ونخليهم غادي نزيد نبريباري ونبا بريباري هاد لافارس اللي فيها جوج بواطات ديال بون ماسكاربون نعم ياك عندك جوج بيضات مع 100 غرام سنيدة كنضربوها بالباتور مزيان نعم جوج بيضات كاملين مع 100 غرام ديال سنيدة كنضربوها بالباتور مزيان كنزيدو عليها لي دو بواط دوك جوج بواطات ديال الباسكاربون كنزيدو نضربوها مزيان بالباتور سهلة خاصة ملي كضربها غير هو مخي أصلا الفرماج عنده سهل دونك كتولي واحد لاباط عندنا أنكتيوز موجودة كنشدو النص ديالها وكنديرو فوق هاد لي لونغ دو شا نعم ياك كنشدو عاوتاني لي لونغ دو شا وحدين أخرين كنزكوهم بزربة كنعاود نقول ما يدزقوش حتى ولاو بطريقه غير يشملوا شويه الريحه ديالهم نعم جوست بالزربه كنقصوا بهم القهوه وكنقصوا كنرجعوا نستفوا فوق ديك لاباط اللي درنا ديال الفرماج نعم ونذكروا فقط ان هاد لي لونغ دو شام هادوك لي بيسكوي البيسكوي اللي كيكون طوالي كيكونوا في المحلات التجاريه نعم البيسكوي كيكون طوال ماشي ديال الماكله هما ديال الحلويات كداروا في لي شارلوت كيداروا في الدبيش هادو معروفين طوال نعم كنعاودو التفريشه الثانيه بالبيسكويت هذا هاد الطويل ديشا فوق هاد فوق النص الاولاني اللي عمر راح درنا حنا بيسكويت تحت ودرنا النص ديال الخليط ديالنا وغندير البيسكويت الفوق وغنديرو النص ديال الخليط اللي بقى لنا من الفوق نعم صافي كنغطيوها بالفيل اليمونتير حتى ما غطيناش ماشي مشكل على الاقل نغطيوها بشي حاجه نعم وكندخلوها الثلاجه واخا كنقولوا خمسة سوايع انا كنخليها الليل كامل الليل كامل تبقى احسن غير في الثلاجه ماشي في الفريغو واخا في الثلاجه الصباح ولا ملي غتبغي دير حتى لو ديال لا بريزونطاسيون حتى ملي تبغي تحطيها لعباد الله نعم كتشي كتخرجيها كتحيدي كترشي شويه ديال الكاكاو وبره داك الكاكاو امير اللي قلت لكم نعم كديرها في واحد الباسوار دوك لي باسوار عند عباد الله داك اييه سميتو داك كيكون غير صغير ديال القهوه نعم كيكون اصلا حتى هو كنا كنصطادو القهوه هذا كدير في المطبخ النشر كدردر عليه كدردر فوق هذا الاطار وبالحق كتخلي الاطار باقي كيف بلاصتو نعم متحيديش نخليه مازال لاصق خير تخليه مازال لاصق حتى تبالي الدردره ديال القهوه ديال الشكلاط الكبرى وكتكوني دوزتي الشكلاط سوا بالزبده سوا بالبان ماغي وكدير فوق الخطوطه جوست خطوطة هكا أرياطوار يعني بطريقة عشوائية ولا بصفوف كنظن ملي كديرها بطريقة عشوائية كيجي المنظر أحسن أنا جربتها بليدوكا طريقة عشوائية كتعطيك المنظر أحسن طريقة بخطوط بزاف كيبان شوية بطراسي دونك طريقة عشوائية كيكون أحسن نجربوها بهذه الطريقة أبخي كتحيد
كتحيد الاطار كتحيد فاصيلو كتحيدو وكتبقى عندك التيراميسو كاري على شكل كاري بيان ديكوري وعاد كتقطع بالموس من كتبغي بور سيرفيغ كتقطع بالموس وكتعطي في الطباسه العميقه هذا هو ديسير تيراميسو تبارك الله عليك سعيد هاد ديسير تيراميسو ماشي ساهل وترني على هاد المقادير كيخص شويه الامور تكون مضبوطه مع سي عبد الهادي لا والله العظيم الا سهله هي في الاول اللي كتسمي هكا كتبان لك واعر فريمون سهله كيخص غير تكون مضبوطه باش يلاه تسلق لي هادي الطريقه انا نعاودها لك دابا بطريقه واحده اخرى غابيد بيسكوي لونغ دو شا مختصين في القوا لان في الاول اللي كنعطيو المقادير كنقولو خصك القوا وخصك تذوبها وخصك تحطها في الحجم يبانك في الطبقه دابا انا نقولها لك فاسيلما عندك لي لونغ دو شا مختصين في القهوه دي قهوه بارده وكنسفوهم في لاباز كنشدو داك الماسكارفون مع البيض مع الثاني اذا كنخلطو مزيان بالباتور كناخدو النص ديالو كنحطوه على الفوق كنعاودو لي لونغ دو شا مختصين في القهوه شي شويه وكندير فوق داك فوق داك لاباز الاولانيه وكنزيدو النص الثاني ديال داك الخليط اللي فيه الماسكارفون والبيض وسنيده وكندخلو الثلاجه حتى كتدوز ليلا ابخي الصباح كندردو عليها الشوكولات وكنديرو فيها شويه الشوكولات دايم وكنحيدو الاطار راه هي انا قلت لك تبارك الله عليك دابا قلتيها سهله نعم بصح تبارك الله عليك سيدي عبد الهادي شكرا جزيلا لك على هاد الوصفات كنت خفيف على المستمعين اكيد غيجربوها يردوا علينا الخبر ويردوا عليك ايضا سي عبد الهادي الخبر شكرا جزيلا لك على هاد الوصفات.